سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله أن يعافيني وإياكم من ظلم النفس ومن ظلم الآخرين. يوم القيامة يوم مهيب، لو الإنسان نسي ونسي أن له لقاء بين يدي الله سبحانه وتعالى يبقى بيظلم نفسه. لكن القضية هنا في ظلم النفس في الاعتقاد أن الناس بعضهم بيتبع بعض وبيردد كلام بعض من غير ما يبقى عنده من جوه نوع من الحس أو القابلية لأن هو يبحث ويجتهد ويشوف هو الحق فين والباطل فين، فيلقى أي حد بيقول أي كلام فيمشي وراه، خاصة إذا كان الكلام ده في غير طريق الإيمان. فيش مشكلة إنك تثبت إيمانك بالعقل وبالبراهين، لكن المشكلة إنك تنقض إيمانك بالتقليد. تنقض إيمانك بالتقليد يعني تضيع إيمانك بالتقليد وتضيع علاقتك بربنا بإنك تقلد بعض الناس لأن هم عندهم كلام كده وخلاص. مش عايز أفتح في الكلام، ولكن افتكر مش علشان تؤمن، افتكر علشان يوم القيامة لو أنت كان عندك شبهات أو دماغك راحت شمال أو يمين، افتكر إنك يوم القيامة. طبعا أنا عارف في ناس ما بتؤمنش خالص بيوم القيامة، بس إحنا بنقول لهم يعني بفرض إن كلامكم أنتوا طلع غلط وكلام القرآن هو إن شاء الله هو اللي صح، بفرض يعني هيبقى في يوم قيامة، هتعمل إيه؟ حطوا احتمال معاك، هيبقى فيه حسرة وندامة. حسرة وندامة على إيه؟ حسرة وندامة على أنك لم تبحث البحث الحقيقي، وده اللي احنا دايما بنقول للناس يا جماعة بلاش نقلد ونردد، بلاش نقول كلام نبقى فيه أذيال. لا يكن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أساء، ما تقولش أي حاجة، ولكن ليوطنن أحدكم لنفسه. تيجي يوم القيامة تلقى الناس تقول إيه؟ الظالمين اللي اتبعوا بقى ومشي ورا الرؤوس دي، لأن يوم القيامة هيجي إبليس يقوم عامل ايه؟ يقوم متبرأ بقى من الكل، يقول لهم ان الله وعدكم وعد الحق، هو بقى اللي يقول ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم. هي الدعوة دي بتلقاها على الفيسبوك، بتلقاها في رسالة في الواتساب، بتلقاها في كتاب، بتلقاها في واحد صاحبك بيجرك، بتلقاها في اي حد بيكلمك بكلام 90% منه ما فيهوش منطق، 90% منه ترد عليه، 90% منه جاي من ناس عندها خلل نفسي وعقلي. المهم انه في النهاية هيبقى فيه تبرؤ. لما تيجي تقول ان فلان ده هو اللي خدني، فلان خدني لطريق مظلم، تلاقي بقى يوم القيامة يقول لك لا انا ماليش دعوة. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. الذين اتبعوا بقى يا حبيبي يعني اللي بتسمع كلام اي حد وبتمشي وراه، خلي بالك، وانتوا خلوا بالكم من ولادكم بيسمعوا اي كلام وبيمشوا وراه، ناقشوهم وكلموهم. هفضل اقول ده كتير يا جماعه، ناقشوهم وكلموهم. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. بيقولوا لو لنا كره يعني لو لنا رجعه نرجع مره تانيه ونتبرأ من العيال دي ونتبرأ من الناس دي، نتبرأ من الظالمين دي كما تبرأوا منا، نتبرأ منهم زي ما تبرأوا. ده طلع الموضوع كبير، ده هنا تبرؤ وهنا كل واحد بيقول يلا نفسي، وفي الآخر احنا اللي هنشيل واحنا اللي هنحاسب. انت اللي هتحاسب، وده بقى يبقى في إطار ايه؟ ما انتش فرحان بقى، مفيش فرحة هنا. ربنا يقول كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. الحسرة حزن مع ندامة، الإنسان يبقى حزين وندمان، يا ليتني اتبعت مع الرسول سبيلا. فنسأل الله أن يعافينا من ذلك. ولذلك دايما يا جماعة سواء كان في الكلام اللي احنا اتكلمناه او في اي حاجة في حياتكم،
اوعى تظلم عشان ما اخوك هيظلم في المراس فما تقفش في صفه وتقول ما هو اخويا اللي قال، اخويا هو الكبير وهو اللي هيعمل. اوعى تعمل كده، لان يوم القيامه كل واحد متعلق من عرقوبه زي ما بنقول كده، كل واحد مع نفسه. اخوك مش هينفعك ولا ابوك هينفعك. ابوك هيظلم اخواتك، اوعى تساعد ابوك في انه يظلم اخواتك. ابوك هيوصي بكل ماله ليك والبنات، لا اوعى تساعد ابوك في ده. اوعوا تظلموا وتقفوا في صف الظالم، واوعوا تظلموا نفسكم وتقلدوا اللي بيظلموا نفسهم، لانه يوم القيامه كل واحد كانه بيشوف زي ما بتتفرج دلوقتي كده، شاشه تتفتح لك وانت واقف كده. انا طبعا بقول يعني تمثيل، يعني مش انا ما روحتش لسه يوم القيامه، ولكن ده تمثيل نمثل كده، كانه يعني الموضوع ما بقاش صعب، يعني سهل قدامنا دلوقتي نتصوره. يتفتح لك كده القناه بتاعتك، انت عملت ايه من اول ما اتولدت يا شاطر لحد ما جيت لنا لحد هنا. اتفرج بقى على اعمالك، شوف بقى حياتك، ساعتها تخيم الحسره والندامه على الظالمين. اسال الله عز وجل الا يجعلنا ظالمين ولا مظلومين، وان يجعلنا مكتنفين الى رب العالمين.